في أحد القرى في أمريكا الشرطة من خلال الراديو بيحذروا الناس، وده بسبب هروب سفاح مشوه مجنون من المستشفى وقتل كل حد موجود فيها، والسفاح اسمه جون هابي، وهو كان هيموت لولا الناس اللي لقوه في الغابة وأنقذوه، ولما لقوه كان محروق ومتشوه وظاهر عليه سلوك عنيف. وبالليل في راجل من العصابة اللي بتحكم القرية دي مستني حد لوحده، ولكن الراجل ده مش هيعيش لأن السفاح ظهر قدامه وهجم عليه وقتله، والسفاح عايز ينتقم من العصابة دي كلها وهيقتلهم واحد واحد، ولقى بيت قريب ومحتاج يدخله عشان يغير هدومه. ولما دخل للبيت لقى ست من العصابة وترعبت لما شافته وقالت له انهم المفروض انهم قتلوه من زمان، ومستغربة هو لسه ازاي حي. والسفاح ضربها واغمى عليها ولقى قناع ورسم عليه بالدم، وجون كان بيحب المهرجين وهيتنكر زيهم في رحلته للانتقام. قبل ما يقتل الست دي قرر انه يجيب كاميرا الاول ويصورها، وده عشان يهدد العصابة ويعرفوا انه عاد لينتقم. وفاقت كارلي من الاغماء والسفاح راح عليها بالسكينة وقتلها. وتاني يوم الصبح بتظهر مجموعة شباب بقيادة بيت ومعاه ليسا، وكمان معاه اليسون اللي مش مرتاحة برحلتهم للمهرجان، لان المهرجان ده موجود في منطقة بعيدة ومعزولة، واخر واحد معاهم هو سام، وهم ضللوا طريقهم ومش عارفين هما مكانهم فين على الجي بي اس. وبالصدفة وهما ماشيين لقوا واحد من اهل القرية وسألوه عن الطريق، وطلب منهم انهم يرجعوا احسن ويدوروا على طريق تاني، لان القرية اللي هيعدوا عليها حصلت فيها المذبحة اللي عملها السفاح هابي، ولكنهم معندهمش وقت ومضطرين انهم يكملوا الطريق. ولما لقاهم الراجل انهم مصممين وصف لهم الطريق، والطريق ده هو سماه طريق الموت، وسابهم ومشي وهما كمان مشيوا. والسفاح جون هابي ماشي بالفاس عادي جدا في الطريق، وقابل اتنين رجالة ومهتمش بيهم، ولكنهم اتريقوا عليه وعلى قناعه، وكمان اتهموه بالجنون وغلطوا فيه ومش عارفين هو ازاي في السن ده ولسه ماشي بدمية. فرمى السفاح الدمية وهجم عليهم بالفاس، واحد مات والتاني لسه حي، فراح يهاجم السفاح للانتقام لصديقه. ولكن اول لما السفاح وراه وجهه المشوه الراجل خاف وجري بسرعة، والسفاح مهتمش بيه لانه بس عايز يقتل رجالة العصابة، واي حد هيضايق السفاح نهايته هتكون الموت. وخد بالونة صفرة عجبته، وكمان راح ياخد دميته وهيكمل طريقه وهيمشي لوحده. ووصل الشباب للطريق اللي الراجل وصفه ليهم، ولكن عربيتهم عطلت وبالتالي هيضطروا انهم يكملوا الطريق مشي. هيكملوا مشي لأقرب مكان يطلبوا منه المساعدة، وبما انهم مش مرتاحين في المكان هنا فهيروح بيت ياخد سلاحه لحماية انفسهم. ولكن أليسون تفاجئوا لانها نسيت السلاح، وهم كده بدون اي حماية في قرية السفاح، وماشيين بقالهم ساعات وتعبوا، ولكن اخيرا لقوا بيت فيه ناس، فحاولوا يطلبوا المساعدة، ولكن الناس خافوا منهم ودخلوا للبيت لانهم ما بيحبوش الغرباء، وده بسبب انه سواء كنت بالليل او بالنهار فانت هنا مش في امان من السفاح. ووصل الشرطي لعربية الشباب لما كان بيستكشف الغابة وبيدور على السفاح الهارب، وما لقاش حد في العربية، وكمان ما لقاش اي اسلحة، واطمن ان الناس دول مش اعداء. والشرطي نفسه خايف من السفاح وحاسس انه حواليه في الغابة ومراقبه. ومرات السفاح هابي كلمت زعيم العصابة اللي اسمه تانك عشان يعرف يحميها من جوزها السفاح، لانها تعاونت مع تانك ضد جوزها، وبنتها سابتها وراحت تلعب. وتانك بيقول لسارة مرات السفاح انها لازم ما تقلقش، لانهم المرة دي هيتأكدوا ان السفاح جون مات بجد. وبنتها بتلعب شافت السفاح ابوها اللي جايب لها بالونة ودمية، واكتشفت سارة ان بنتها اختفت وظهرت لها بالبالونة والدمية الهدية لها من ابوها، وكاتب رسالة لها هي وامها انهم لازم يستخبوا لان العصابة هتدور عليهم، والسفاح مش هينتقم من مراته الخاينة لانه لو قتلها مش هيلاقي حد يربي بنته. والشباب مكملين ماشي ومش لاقين شبكة في تليفوناتهم خالص، وفجأة لقوا محل قديم ولازم يستكشفوه، يمكن يلاقوا حد يساعدهم او حتى يلاقوا تليفون شغال. ودخلوا للمكان ولقوا اثار ودمى قديمة من تاريخ القرية من زمان، ولكنهم ما لقوش حد في المكان خالص. ولكن فجأة ظهر لهم الراجل العجوز صاحب المكان ده، وهو مستخبي خوفا من السفاح وكمان العصابة الشريرة اللي بتحكم القرية، ويقول لهم انهم اذوا السفاح جدا والسفاح هينتقم من العصابة كلها، ومحدش على وجه الارض هيقدر يوقفه عن انتقامه لانه حاسس بالغضب الشديد. وما لقوش
عنده تليفون وهيمشوا وهيسيبوه مستخبي. ولما خرجوا من المكان اكتشفوا ان صديقتهم ليسا اختفت وسمعوا صوت صراخها وراحوا لمصدر الصوت ولقوا رجالة العصابة خاطفين ليسا وكمان هجموا على الباقيين ولكن قدر سام واليسون انهم يهربوا وحاول الشباب انهم يستخبوا في محل الراجل العجوز ولكنه قفل الباب على نفسه خوفا من العصابة والعصابة ما قدرتش تقبض على سام واليسون لانهم هربوا واستخبوا في الغابة وهم لازم يوصلوا لاسم الشرطة عشان يطلبوا المساعدة لانهم طبعا مش هيقدروا على العصابة وهم لحد دلوقتي مش عارفين بخصوص السفاح والعصابة خدت بيت وليسا وهيرجعوا لمقرهم ولما مشيوا بالعربية ما تبقاش منهم غير نظارة ليسا وجزء من هدوم بيت ورجالة العصابة هياخدوا الشباب لرئيسهم تانك عشان يعرف هيعمل ايه معاهم لان الرئيس ما بيحبش اي حد غريب يدخل للقرية اللي بيحكمها وبسبب انه مش فاضي للشباب دول ومشغول بقصة السفاح لان خبر المذبحة اللي عملها انتشر في كل مكان وامر رجالته انهم يحبسوا الشباب دول مؤقتا لحد ما يفكر هيعمل ايه معاهم والشباب دول هيفضلوا في القرية ومش هيوصلوا للمهرجان وبيتمنوا انهم كانوا سمعوا كلام الراجل في الاول وما كانوش دخلوا للقرية المرعبة دي واحد رجالة العصابة قاعد لوحده وبيلعب وبيسمع اغاني ومش حاسس بالسفاح اللي معدي من جنبه بالفاس والسفاح حس بالاهانة وبالفاس هجم على الراجل ده وقتله جنب اللعبة بتاعته وكمل السفاح طريقه نحو الانتقام من العصابة الشريرة وواحد من رجالة العصابة سمع صوت برا البيت وما لقاش غير طرد مرسوم عليه بالدم وهو طبعا من السفاح وتانك الرئيس فتح الطرد ولقى اسطوانة مكتوب عليها بالدم انه لازم يشوف الفيديو اللي عليها ولما شاف الفيديو لقى السفاح وهو بيقتل كارلي في الاول خالص لما صورها بالكاميرا وحس تانك بالغضب ولازم ينتقم من السفاح ويقتله مهما كلف الثمن فكلم تانك اسم الشرطة عشان رئيس الشرطة يساعده لاصطياد السفاح ورئيس الشرطة هو راجل فاسد بياخد فلوس من تانك عشان يداري عن الجرائم اللي بيعملها ورئيس الشرطة يقول لتانك انه حبس نفسه في الاسم خوفا من السفاح اصلا ورجالة الشرطة معظمهم في اجازات ومفيش حد غيره هنا بس في الاسم ومش هيقدر يساعد تانك وفجأة لقى رئيس الشرطة ان النور عمال بيقطع وبيرجع تاني وده بسبب السفاح اللي وراه والسفاح جون هابي قتله وكده يعتبر ان القرية ما بقاش فيها شرطة خالص وليسا وبيت محبوسين يحكي لهم رجل العصابة عن قصة جون هابي قبل ما يتحول لسفاح جون طمع في المواد المضرة اللي العصابة كانت بتبيعها وضحك على الرئيس تانك وسرق منه البضاعة ورفض انه يقول على مكانها فرجالة العصابة بامر من تانك قعدوا يعذبوا فيه لحد ما يقول لهم على مكان البضاعة ولما فشلوا قرروا انهم يعذبوه ويقتلوه وولعوا فيه وهم السبب في تشوه وجهه وجسمه وسابوا جثته في الغابة وعمرهم ما توقعوا انه ممكن بعد كل اللي حصل له ده انه لسه حي ووصل سام واليسون لاسم الشرطة عشان يستنجدوا بيهم لانقاذ اصدقائهم وطبعا لو رئيس الشرطة مقتول واكيد السفاح اللي عمل كده ولازم يهربوا بسرعة من القرية المرعبة دي ومحدش هنا هيقدر يساعدهم لان الشرطة اصلا ما قدرتش تساعد نفسها ولو عربية قدامهم ولقوها مفتوحة وشغالة ومفاتيحها جواها كمان وفجأة شافوا رجالة العصابة وهم خاطفين واحد فلازم يتبعوهم عشان يعرفوا المكان اللي اصدقائهم مخطوفين فيه وما عندهمش حل تاني ووصل سام واليسون لمكان العصابة والعصابة ما خدتش بالها منهم ولازم الشباب دول يستنوا اللحظة المناسبة لانقاذ اصدقائهم والعصابة قبضت على شاهد العيان اللي شاف السفاح وجري لما شاف وجهه المشوه في الاول وتانك قتله لانه جري وما قدرش يواجه السفاح وامر عصابته بالتخلص من الجثة وكمان يطردوا مرات السفاح ويخطفوها عشان عن طريقها يشدوا السفاح ليهم ويعملوا له فخ ويقتلوه وسام واليسون شافوا رجالة العصابة وهم ماشيين ويقول سام انهم لازم يستنوا بالليل عشان يقتحموا بيت العصابة لانهم مش عارفين عددهم واي حركة هم هيعملوها غلط ممكن تتسبب في مقتلهم ورجالة العصابة في طريقها سمعوا صوت حركة السفاح حواليهم فنزلوا من العربية عشان يتأكدوا وانفصلوا عن بعض والسفاح مراقبهم وفرحان وهو فرحان لانهم انفصلوا عن بعض عشان هو كده هيقدر يلعب معهم براحته وهجم على الاول وقتله والتاني سمع صوت صراخ الاول وراح يتأكد ولقى جثة صديقه وحاول يهرب ولكنه فشل والسفاح حصره وربطه في الشجرة وبالسكينة هجم عليه وقتله هو كمان والسفاح عارف ان كده عدد افراد العصابة عمال بيقل وده طبعا
لانه عمال بيقتل فيهم، فلازم يهجم على مكانهم ويحاصر رئيسهم تانك ويقتله. والليل حل وسام واليسون بيستعدوا لاقتحام البيت، ولكنهم شافوا السفاح هابي اللي سبقهم وداخل هو للبيت، وعندهم امل ان السفاح يقتل بس في رجالة العصابة الاشرار، وبعد كده هما يدخلوا للبيت لانقاذ اصدقائهم بيت وليسا. والعصابة مش باقي فيها غير الرئيس تانك والمساعد الخاص بيه، والمساعد ده هو اللي مراقب ليسا وبيت عشان ما يهربوش، ولقى ان ليسا بتحاول توصل لاي اداة حادة عشان تحرر نفسها، ولكنه منعها وهيسيبهم وهيمشي لانه هيدخل الحمام. وليسا زهقت ونفسها تتحرر هي وبيت ومش عارفة ازاي، والراجل في طريقه للحمام وحاسس بالامان، ولكن السفاح هابي مستخبي له في الحمام اصلا، وحس الراجل بيه ولكنه اتأخر والاوان فات والسفاح قتله. وكده مش فاضل من العصابة غير تانك الرئيس وبس، وليسا بتحاول تفوق بيت عشان يفكر معاها في طريقة لتحرير انفسهم، ولو ادوات حادة تانية موجودة وليسا بتحاول تحرر نفسها، ولكن فجأة بيظهر السفاح، ولما ركز على ليسا ما قدرش انه يقتلها لانها بتفكره بمراته وبنته، فسابها لوحدها مربوطة وراح على بيت وهجم عليه وقتله، لان بيت غلط فيه عشان يحاول يشتت السفاح عشان ما يقتلش ليسا. وتانك خلاص حس ان رجالته كلهم ماتوا ومش باقي غيره، وحس بالسفاح واستعد عشان يواجهه بالمطرقة المفضلة ليه. ولما السفاح ظهر طبعا ما قدرش تانك انه يعمل له اي حاجة خالص، والسفاح ضربه واغمى على تانك، والسفاح هيعذبه الاول قبل ما يقتله. ولما صحي تانك من الاغماء لقى نفسه مربوط على العربية، والسفاح وراه ومعاه المنشار اللي هيستخدمه عشان يقسم تانك لنصين. واستغل سام واليسون الفرصة ودخلوا للبيت وانقذوا ليسا، وهدفهم هو الخروج من البيت والهروب من السفاح. والسفاح بعد ما قتل تانك حس بيهم وهيطاردهم، وده لانه حس انهم ضللوه وبيتلعبوا بيه، ولقى شاكوش جنبه وخده وحدفوا على اليسون وقتلها. وسام وليسا بيهربوا والسفاح وراهم، ولكن سام ما قدرش يجري لانه لازم ينتقم لاليسون ويحارب السفاح، وطبعا فشل والسفاح ضربه وقتله. والسفاح حاصر ليسا ولكنها ضربته في وجهه والقناع اتخلع، واترعبت هي كمان لما شافت وجهه المشوه، وجريت بسرعة لأي مكان هتحس فيه بالأمان، ولقيت جثة الراجل اللي السفاح قتله في أول الملخص، ولقيت معاه مسدس وطلقتين بس وخدتهم وهربت. والنهار حل وكل ده وهي عمالة بتهرب من السفاح، وكل ما تحس إنها ضللته وبعدت عنه فجأة تلاقيه ظهر لها وما بيتعبش، ولقيت عربية قدامها وركبتها ولكنها لقيتها عطلانة، وكمان لقيت السفاح ظهر وكمان هربت من تاني، ومش قادرة تقتله لأنها مش سفاح زيه، ولكنها ما لقيتش أي حل عندها غير ده، واستخدمت المسدس وضربته بالطلقتين وقتلته، وقع في المية وراحت تتأكد إنه مات بجد، وفعلا لقيته مات، وبكده بتكون انتقمت لكل أصدقائها. وبنت السفاح لقت قناع أبوها، وكمان لقت أبوها نفسه لسه حي بس مصاب، فراحت تديله القناع وهي الوحيدة اللي ما بتخافش من وجه أبوها المشوه. والسفاح ارتدى القناع، ومراته مع بنته بتهتم بيها وبتربيها، وكمان سام لسه حي يا صديقي وهو مصاب ونفسه يخرج من الغابة دي بأسرع وقت ممكن. والسفاح ساب قريته القديمة بعد ما تخلص من عصابة تانك وحصل على انتقامه، وراح لقرية تانية جديدة ليه أعداء فيها هيخلص عليهم هم كمان. ودي نهاية الملخص يا شباب.